السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ هنعمل كبسة بالفراخ يا حبايب قلبي. أكلة حلوة وسريعة وسهلة والطعم بتاعها جميل، والعيال عندنا بتحبها يا حبايب قلبي، والطريقة اللي أنا بعملها دي بتبقى جميلة. منسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلوكوا كل جديد يا حبايب قلبي. يلا بقى نبدأ مع بعض. بصوا يا حبايب قلبي، معايا بصلاية مبشورة هنا، ومعايا برضو طماطمية مبشورة ناعم، ومعايا 4 فصوص توم دقاهم اهم في الصلايه، ومعايا السمنه والصلصه، ومعايا البهارات بتاعتي، معايا بهارات كبسه، ومعايا لومي، ومعايا كزبره، ومعايا فلفل اسمر، معلقه حبهان مطحون، ومعايا 7 بهارات، ومكعب ماجي، بهارات كبسه، وعودين قرفه يا جماعه، ورق لورا. كل البهارات دي بنحطها ونشوح بقى الفراخ يا حبايب قلبي. يلا بقى نبدا مع بعضنا كده. اول حاجه هنرفع حله على النار ونحطها على النار يا حبيبي. ومعايا الفرخه بتاعتنا مقطعاها 6 قطع وغسلاها ونقعاها زي الفل، ومعايا نص كيلو رز بسمتك برده غسلاه اهوت ونقعاه برده بقاله نص ساعه منقوع كده. برده هنعمل كل حاجه مع بعضنا يا حبايب قلبي. سيب الحله بس تنشف وانزل عليها معلقه سمنه يا حبايبي، معلقة كبيرة سمنة. خلاص يا حبيبي السمنة ساحت هاني بالبصلية بتاعتي، هنديها لون واضيف كل حاجة حبيبي. خدت لون معايا يا حبايبي اهو، هننزل بقى بالثوم بتاعنا برضه هنشوحه في بعض حاجه. الريحه بقى بدات تطلع، شايفين؟ جميله يا حبايب قلبي، شايفين؟ خدت اللون اللي انا عايزاه. ننزل يا حبايبي بالبهارات اللي هي الناشفه، بصوا اللي هي العودين القرفه ولا الرولي اهو، واللوم يا حبايبي اللي هي البهارات، هنقلبها ببعضها كده. هننزل يا حبايبي بالفرخه بتاعتي، هنقلب يا حبايبي خدلها صدمه حلوه كده. الريحة بقى بدأت ايه تتشوح وتبقى جميلة كده، والريحة تطلع يا حبايبة. شوح مع بعض شوية وبعدين اوريكم حبايبي. بصوا يا حبايبي شوحت اهي مع بعضها اهي زي ما انتوا شايفين اهو. ننزل يا حبايبي بقى بقية البهارات بتاعتنا، هنشوحها برده مع بعضها اهوت يا حبايبي، وادلها تشويحة حلوة كده مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده، شايفين؟ وبعدين يا حبايب قلبي بننزل ايه بالطماطمية المبشورة بتاعتنا، وننزل بمعلقة صلصة يا حبايبي. حبايب قلبي بمعلقة صلصة يا حبايبي، نقلب كله في بعضه زي ما انتوا شايفين كده. وهنسيبها تتشوح دقيقة ونرجع مع بعض تاني. فخلاص اتشوحت مع بعضها، شايفين بقت شكلها جميل ازاي؟ جميلة، والريحة بقى ما اقولكوش. هننزل بقى بمية سخنة يا حبايب قلبي، يا ريت المية سخنة. وهنغطي عليها يا حبايبي ونسيبها تستوي الفراخ، وبعدين نرجع مع بعض يا حبايبي. حبايبي نبص على الفراخ بتاعتنا اهيت، خلاص ايه يعني فاضل لها ايه 5 دقايق ولا حاجه ايه تطيب يا حبايبي. هنظبط الملح بتاعنا عشان مفيناش ملح خالص.
معلقه ملح كده نحطها فيها ونقلبها في بعضها ونسيبها يوم 3 دقايق وبعدين نشوف الخطوات مع بعضنا. بس يا حبايب قلبي خلاص الفراخ بتاعتنا استوت اهيت، هنطلعها بقى. ننزل بقى يا حبايبي بالرز بتاعنا اهوت، ننزل بيه في قلب الشوربه بتاعتنا. وهنسيبه بقى يستوي حبايبي واوريلكم. بصوا يا حبايب قلبي نشوف الكبسه الرز بتاعنا بقى استوى ولا ايه. اهو شايفين والله العظيم يا حبايبي تحفه، والرز والطعم بقى روعه يا حبايب قلبي. والطريقه دي جميله، اللي يعملها بقى هيدعي لي والله العظيم هيدعي لي يا حبايب قلبي. اه استوى الرز بتاعنا مفرفر وجميل ازاي، شايفين شايفين. الفراخ بتاعتنا برده بنطفى عليه بقى اهوت، والفراخ بتاعتنا خلاص اتحمرت اهيت اهي يا حبايب قلبي. شايفين الفراخ حمرتها في الفرن جميله برده اهيت زي ما انتم شايفين كده كده يا حبايبي. خلصنا الفيديو بتاعنا، متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا سلام يا حبايبي.